السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي أضبط حد إنذار السرعة وهو مش متاح عندي في شاشة العدادات؟ ليه ضبط تاني؟ منين؟ من شاشة الميديا. إزاي؟ هضغط هنا على علامة السحابة أو الكلاود، هاجي هنا هتلاقي فيه ضبط وجنبها في وضع السيارة. وضع السيارة غير مفعل، هقوم بضغط اللي هو الستارت إنجن مرة أخرى ثم مرة أخرى للتفعيل. هتلاقي هنا عندي وضع السيارة اتفعل، هبدأ أضغط عليه. هاجي هنا عند هنا أداة أضغط عليها، هتلاقي هنا إيه اللي هو منبه تجاوز حد السرعة. هنا عندي فتح، لو أنا ضغطت عليها كده وهنا غلقتها كده معناه إن أنا لغيت الإنذار أصلا، لغيته أصلا وهو عمل لحضرتك إزعاج. طيب لو أنا عايز أفعله بس أضبط الإنذار بتاعي معاه، شايفين حضراتكم هنا هنا جنبه رقم هنا 120، أنا ضابط حد السرعة عند 120. حضرتك بتقدر تسحب هنا المسطره دي كده تظبط عند الرقم اللي حضرتك عايزه، مثلا دي 105 او مثلا 100، وكتب 100 هنا ظبط 100 هنا، وكده ضبط انذار حد السرعه اتضبط معايا من الشاشه الميديا. شكرا لحضراتكم.